لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله: باب نوم آخر النهار. قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا مسعر عن ثابت بن عبيد عن ابن أبي ليلى عن خوات بن جبير هو التابعي قال: نوم أول النهار خرق، وأوسطه خلق، وآخره حمق. نوم أول النهار خرق، شرق أخرق، يعني الذي ينام وقت البركة. وهذا يعني يزول عن الإنسان إذا ذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس إلى يعني أن ترتفع، فإن شاء نام بعد ذلك كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنه. فإدراك أول جزء من النهار من الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس في الذكر أو في الكسب، والذكر أفضل، فذلك من تحصيل البركة. وأما أن ينام الإنسان هذا الوقت، نسأل الله العافية، فهذا إنسان أخرق لا يعرف كيف يتصرف. هذا ليس حديثا مرفوعا ولكنه من كلام الحكماء. وأوسطه خلق، لأنه بيبذل مجهود حتى إذا جاء وقت القيلولة يستريح ثم يستيقظ أكثر نشاطا. وللأسف الشديد أن أحوال الناس في أعمالهم بعد اكتشاف الكهرباء غير كثيرا جدا في نظام النوم واليقظة. وآخره حمق، أيضا الجزء الأخير من النهار وقت ذكر لله سبحانه وتعالى من بعد العصر إلى أن تغرب الشمس. فلا يصح أن يقال في ذلك أنه مكروه طالما أن الإنسان لم يضيع واجبا ولم يفرط في فضيلة. يعني لو واحد على سبيل المثال شغله لغاية الساعة 2 الظهر 3 ويرجع عايز يريح شوية قبل أن يستأنف عملا آخر آخر النهار، فهذا ليس بمكروه. وإن كان الأولى لمن يرتب أمور يومه بنفسه ليس مرتبطا بعقود ومواعيد ونحو ذلك، فيجعل القيلولة في وسط النهار قبل الظهر أو بعده، والأصل أنه يكون وقت قبل الظهر. قال: باب المأدبة. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا أبو المريح قال سمعت ميمونا يعني ابن مهران قال سألت نافعا هل كان ابن عمر يدعو للمأدبة؟ مأدبة ومأدبة، عندكم مأدبة تنفع كده تنفع كده المأدبة قال: لكنه انكسر له بعير مرة فنحرناه، ثم قال: احشر علي المدينة. قال نافع: فقلت يا أبا عبد الرحمن على أي شيء؟ ليس عندنا خبز. فقال: اللهم لك الحمد، هذا أوراق وهذا مرق، أو قال مرق وبضع، فمن شاء أكل ومن شاء ودع. العراق العظم الذي يكون عليه اللحم، أو إذا أخذ منه معظم اللحم. والبضع قطع اللحم. هذا اللهم لك الحمد، هذا عراق عظم عليه حتة لحم، وهذا مرق شوربة، لا عايز يشرب
أو قال مرق وبضع قطع لحم ومرق شربة، فمن شاء أكل ومن شاء ودع، من أراد أن يأكل فليأكل ومن أراد أن يترك فليترك. فيه أن هو إذا كان، إذا ابن عمر كان لا يدعو إلى المأدبة وليمة بلا سبب، طعام بلا سبب. فلكن لما انكسر له البعير وخافوا عليه من المرض فنحروه وأراد أن يطعم أهل المدينة. ده دليل أن المدينة كانت في ذلك الوقت صغيرة، لما قال أحشر علي المدينة يعني. قال باب الختان. أمر مباح، شاهد أنه مباح، ما كانش بيعمله إلا لما كسر كسر بعير. وأعلمهم ما طعموا الطعام يدل على أن من نوى خيرا بذلك استحب له، من نوى أن يطعم الطعام امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وإكرام المسلمين وإعانتهم وإطعامهم فذلك خير، سواء كان يعني فقراء أو أغنياء، والأولى أن يطعم الفقراء. باب الختان. أخبرنا شعيب ابن أبي حمزة قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اختتن إبراهيم صلى الله عليه وسلم بعد 80 سنة واختتن بالقدوم، قال أبو عبد الله يعني موضعا. ده ترجيح الإمام البخاري، اختتن بالقدوم يعني في موضع اسمه القدوم. والمشهور أنه اسم الآلة، اسم آلة النجار قدوم. لم يجد إبراهيم عليه السلام آلة يقطع بها الجلد وهو ابن 80 سنة إلا القدوم، فاختتن به امتثالا بأمر الله عز وجل. ومن غير بنج كمان، كل من يغني ليلى. وفي بعض بس امتثال العيد بحبنه يستعد اللي يلقى في النار، يبقى الختام بالقدوم. سبحان الله، امتثال امر الله عز وجل. نعم، شرع له لما بلغ 80 سنة. صحيح. هو عمر ابراهيم في وقع في الموطأ موقوفا عن ابي هريره وعند ابن حبان ان ابراهيم اختتن وهو ابن 120 سنة. طبعا اللي في الصحيح اصح، الحديث ده رواه البخاري ومسلم، ابن 80 سنة ده او بعد 80 سنة ده في البخاري ومسلم. ال 120 ده يقال انه عمر ابراهيم، انه يكون مثلا اختتن ابنه وهو ابنه 80 سنة وعاش الى 120 سنة، وفي بعض الروايات وعاش بعد ذلك 80 سنة، يعني بعاش 160 او 120 وعاش 80 يبقى 200 سنة. الصحيح انه اختتن وهو ابن 80 سنة، وانا اعرفش عمره. باب خفض المرأة يعني ختان المرأة. الختان حديث إبراهيم استدل به على الوجوب، لأنه لا يتعرض لهذا في هذا العمر إلا لواجب، ليس دليلا على الوجوب. الذي يدل على الوجوب حديث في حق الرجال هو قول النبي عليه الصلاة والسلام لرجل أسلم، قال ألق عنك شعر الكفر واختتن، هذا أمر وظاهره الوجوب. وخمس من للرجال، وخمس من الفطرة، عشر من الفطرة وفيها الختان تدل على المشروعية. فإن الخمس والعشر تضمنت أمورا واجبة وأمورا مستحبة. شعر الكفر اللي هو الشعر الذي يشرع إزالته العانة والإبط
والذي نشأ وهو كان كافرا، هذا فيه نظافة وتطهر. قال باب خفض المرأة اللي هو ختان المرأة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عجوز من أهل الكوفة جدت علي ابن غراب قالت حدثتني أم المهاجر قالت سبيت في جواري من الروم فعرض علينا عثمان الإسلام فلم يسلم منا غيري وغير أخرى، فقال عثمان اذهبوا فاخفضوهما وطهروهما. الختان في حق المرأة، الحديث ده إسناده ضعيف جدا، ولكن ثبت الختان في حق المرأة من قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وخمس من الفطرة وذكر فيها الختان ولم يفرق فيها بين الرجل والمرأة، كما أن الاستنجاء من الختان من الفطرة وهو لم يفرق فيه بين الرجل والمرأة. ولكن الأدلة تدل على المشروعية، أما الوجوب ففيه نظر، لم يدل دليل واضح على وجوب ذلك في حق المرأة. أشمي ولا تنهكي في كيفية الختان مع كونه حديث يعني يحسن على ما قال فيه. وأشمي ولا تنهكي يعني لا تستأصلي تماما، وذلك لأنه أحضر الزوج. هناك اختلاف بين أهل العلم في قدر ما يقطع، والظاهر أن الذي يقطع من المرأة هو ما يقطع من الرجل، وذلك القلفة التي تغطي البظر، كما أن الختان في حق الرجل هو قطع الجلدة القلفة التي تغطي حشفة الذكر. وقال النووي يجب مذهبهم الوجوب قطع أدنى جزء من الجلدة التي في أعلى الفرج. هو الجلدة دي بتغطي البظر وانكشافه أحضر الزوج، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فإن أشمي ولا تنهكي فإنه أحضر الزوج، وليس كما يظن البعض أن ذلك تقليل لشهوة المرأة، فإن هذا الأمر لا علاقة له بذلك. فالشهوة مرتبطة بأنواع الهرمونات وطريقة التفكير وما يشاهده الإنسان وما يسمع به، وليس أن ذلك مرتبط بقطع بعض الأعضاء التناسلية. أما الحملة العالمية على الختان فينبغي أن تقصر على الختان المدمر لأعضاء التناسلية للمرأة، وهم للأسف الشديد يتركون كل إنصاف علمي ويجعلون الختان كله شيئا واحدا. فالختان الأفريقي أو السوداني يحصل بها الوصول إلى اللذة كما في الرجل، وهذا في الحقيقة شرعا جريمة تستوجب الدية الكاملة وزيادة. ففي الشفران إذا قطع دية المرأة، وفي الشفر الواحد نصف الدية 25 من الإبل. فإذا قطع مع ذلك الشفران الداخليان فهذا فيه حكومة زائدة، يعني ممكن توصل إلى يعني ثلاث أرباع الدية، مثلا ثلاث أرباع دية المرأة التي هي 50 من الإبل. فهذا الذي يشنعون عليه نحن نراه جريمة تستوجب العقوبة، ولو كان هناك تعمد مع امرأة بالغة فإن ذلك أو حتى صغيرة ففيه القصاص. ولكن ليست كل أنواع الختان ذلك كذلك، فقطع البظر وهو المشهور قطع البظر كاملا أو جزء منه وهو المشهور عند عامة من يختن، وهو كما بينا ليس المشروع وإن كان موجودا، يعني أقصد وإن كان موجودا أيام الجاهلية وفي أول الإسلام.
كما قال حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه لابن أم أنمار الذي خرج يبارزه في أظن في بدر أو في أحد، فقال ابن أم أنمار يا ابن مقطعة البذور، بيشتمه بأمه بس بيشتمه بإيه؟ بأدب يعني. فبيقول له إن أمك أنت كانت إيه؟ تعمل خاتمة، يشتيمة يعني. فزي أنهم كانوا في الجاهلية بيقطعوا إيه؟ البذر. ولكن أيضا كان يظل الجزء منه مولودا كما قال أبو بكر رضي الله عنه، الشتيمة دي موجودة عندهم، لو كانوا بيتقطع كله في كل حاجة ما كانش هيقول له أمصص بذر اللات. فبنقول الصحيح في المسألة دي أنه يقطع القلفة التي على البذر، هي طبعا البذر ده عبارة عن ذكر ضامر مصغر، هو العضو ده عند المرأة ضمر ونما عند الرجل فصار ذكرا، ولذلك الأعضاء الحساسة فيه موجودة زي ذكر، وأكثرها حساسية حشفة البذر، إنه على نفس شكل الذكر بالضبط، ولكن قد تختلف النساء بعضهن البعض. طبعا في حملة زي ما قلت عالمية ودخلت إلى بلاد المسلمين كذلك لمنع الختان بالكلية وتجريمه، وهذا الكلام في الحقيقة هو الذي يستحق التجريم، وليس بحثا علميا أن يسوي بين ما هو أحظى للزوج وأنفع للمرأة وأكثر يعني تحصيلا للذة بينهما وبين ما يؤدي إلى إزالة الأعضاء التناسلية بالكلية، وتقول هذا هو الختان. يعني انت عندك درجات متعددة، ازاي تسوي بينها؟ ازاي تجعلها كلها شيء واحد وتزعم ان هذا بحث علم؟ انا اعلم احد الاخوة بعد ان اخذ درجة البورد الامريكي، ويعني اللي هو زي الدكتوراه عندنا بس امريكا اعلى شهادة عندهم، وقدم بحثا بهذه الطريقة وقسم انواع الختان، فهاجت الدنيا عليه ومكت، ونزعوا منه رئاسة القسم بالعافية، وطالبوا بإزالة الدرجة العلمية. الله، طب ليه؟ طب في بحث علمي ولا يفكرون. العناد في أمريكا الكلام ده، فحقيقة أمر عجيب. لا يضرها لأن الختان كما ذكرنا ليس بواجب، السنة الختان. نحن بنقول هو الأمر ده مش محتاج احتياج، هو في قلفة بالتأكيد، في حتة جلدة فوق البذر، فإزالة هذا الأمر وكشفه يؤدي إلى ظهور الأجزاء القوية الحس، وليس إن احنا بنقطع الأجزاء قوية الحس. هي المشكلة ان معظم حتى الدكتورات مش عارفين ايه المشهور هو قطع البذر، فاما التاني فبلا شك ان هو قال الامام الرازي ان الحشفة قوية الحس، فما دامت مستورة بالقلفة تقوى اللذة عند المباشرة، واذا قطعت صلبت الحشفة فضعفت اللذة، وهو اللائق بشرعنا تقليلا لذة لا قطعا لها، توسيطا بين الإفراط والتفريط. كلام غلط تماما، طب غلط عكس فعلا، بلا شك ان ده في الرجل وفي المرأة كذلك. فبيقول وليا انا عايز اضعف اللذة ليه؟ ده هذا يؤدي الى كمال اللذة غض البصر وانفع للرجل وكذا للمرأة. كل السنة مش لازم بس المستحب، المستحب ان هو كله يختتن، وان يكون ذلك بقطع الجلدة التي على البذر وليس قطع البذر نفسه. هو الافضل طبعا في سن الاناث هو بعد يعني عندما تقارب البلوغ 9 10 11، عشان الاعضاء تكون ظهرت ويسهل أن تقطع الجزء
المراد قطعه وهي صغيره الاوضاع صعبه مش هتقدر تظبط انها تاخد حته صغيره وتكشف العضو ولا ممكن تاخد زياده. طب شيخ ما كانش الغرض نشر الفواحش عن طريق منع الختان، طب ليه الحمله على الختان؟ الغرب عنده يعني مسائل بيعظمها جدا، مش موضوع ان الموضوع ده هيؤدي الى منع الفواحش، الحقيقه يعني ان الختان الفاسد من اسباب انتشار المنكرات. لماذا؟ لانه يؤدي الى فشل العلاقه الزوجيه السويه، ويؤدي الى كراهيه المراه للجماع لانها لا تجد فيه حاجتها فتعرض عن زوجها فيبحث الزوج عن غيرها، فدي مشكلة كبيرة حقيقة. مش ان الموضوع ده بيقلل عشان تقلل، لا ده وهم كبير جدا ان ترك الختان عشان هي هتهيج عشان كده هتفعل الفاحشة، كلام وهم كبير جدا لا دليل له طبيا ولا واقعيا، وان فعلا لا علاقة بين التهيج الجنسي وبين وجود الختان وعدمه، ليس صحيحا. هما بيعتبروا ايوه صحيح، الغرب بيعتبروا وحشيه، بيعتبروا طبعا لان هما شافوا الختان الافريقي، وده كلام صح عندنا، وهم عانوا يعني الامر ده عانت منه نساء كثيرات فبداوا يشتكوا، لكن عندهم كراهيه زي بالظبط كده، هما نظام الرق، هما اسوأ نظام رق هم عملوه، فراحوا جم حاربين الرق كله، مع انهم ما زالوا يستعملونه زي الرق بتاع اليونان والرومان، اسوأ رق موجود، يوم يقول الرق كله وحش، زي بالظبط كده يعني ان الناس تعرضت للذل والقهر فقالوا الحريه، يبقى حريه ايه؟ بدون ضوابط، ما فيش حاجه اسمها عبوديه حتى لله، ده اسلوب الغباء والجهل والكبر، هنعمل ايه؟ نصبر ونحتسب وندعو الى الله. باب الدعوه في الختان. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابو اسامه عن عمر بن حمزه قال اخبرني سالم قال ختنني ابن عمر انا ونعيما فذبح علينا كبشا فلقد رايتنا وانا لنجذل به على الصبيان ان ذبح عنا كبشا. حديث ضعيف. سالم هو ابن عمر، ونعيم بقى ده ربما ايه نولى له او الله اعلم. ذبح عنا كبشا يعني كبشا لكل واحد. نجذل يعني على الصبيان يعني نفرح، لان ليس كل الناس كانوا يجدون ايه مثل ذلك. باب اللهو في الختان. حدثنا اسبق قال اخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن علقمة أخبرته أن أم علقمة أخبرته أن بنات أخي عائشة ختن فقيل لعائشة ألا ندعو لهن من يلهيهن؟ قالت بلى، فأرسلت إلى عدي فأتاهن، فمرت عائشة في البيت فرأته يتغنى ويحرك رأسه طربا وكان ذا شعر كثير، فقالت أف شيطان أخرجوه. هو احتمال يكون بدل عدي ده الشيخ ما يقول لعل الصواب مغني. هذا فيه جواز الإطعام واللهو، الحديث حديث حسن بمناسبة الختان، لإلهائهن، ولكن بشرط أن تكون المغنية امرأة، ولذا قالت عائشة أنه شيطان. إخراج الرجل الذي يحاول الرقص والغناء في مجموعة من النساء لأنه شيطان، كما قالت عائشة رضي الله عنها. عدم جواز السكوت على فعل منكر، بل إزالته واجبة.
فكأن من يلهيهن أظنت عائشة أنهن سيأتينا بنساء أو بنات، فلما أتوا بالمغني أمرت عائشة بإخراجه وخلت عنه شيطان. يعني حكاية الاختلاط في الغنى دي من زمان قوي، والناس كل شوية تحاول تروح جاية فلتة في الموضوع، والصحابة واقفين لهم بالمرصاد. باب دعوة الذمي. قال حدثنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن أسلم مولى عمر قال لما قدمنا عمر بن الخطاب الشام أتاه الدهقان. الدهقان زي رئيس البلدة، رئيس الإقليم، زي المحافظ كده. قال يا أمير المؤمنين إني قد صنعت لك طعاما، فأحب أن تأتيني بأشراف من معك، فإنه أقوى لي في عملي وأشرف لي. قال إنا لا نستطيع أن ندخل كنائسكم هذه مع الصور التي فيها. تماثيل الصلبان ونحو ذلك، وتماثيل المسيح وعائشة وقديسين بتوعهم. فهذا منع عمر رضي الله عنه لأجل ولود المنكر. فدعوة الذمي تقبل إذا كان هناك يعني إذا لم يكن فيها منكرات، وإذا كان فيها منكر لم يحضر، والله أعلى وأعلم. ودخول الكنيسة إذا كان في مكان بعيد عن الصور وعن الصلبان كما كان ملحق بها لمصلحة راجحة جاز ذلك. نعم. كانوا ايه؟ لا هو بيقول له هعمل لك أكل فقط، يعني مش هيحضر قداس. لا ممكن يعني يذكر اسم، اما لو ذكر اسم غير الله ما ياكلش. لكن لو النهي عن المنكر لو ذكروا منكرات، لو قالوا باسم الاب والابن والروح القدس ده كان مستحيل. ده لما يدخلوا الباقي المكان عمر رضي عنه لن يسكت على ذلك. الان لانهم يتركوا اذا كان الصور بس موجوده من الاول. اذا كان يمكن ان يكون في مكان ملحق بالكنيسه ليس فيه ذلك لم يحرم. وهم سموا باسم الصليب هم الاخر. لو هم سموا باسم الصليب وانا سمعتهم او باسم المسيح او باسم الروح القدس حرمت الذبيحه. حتى لو الفرد نفسه سم؟ لا ما ينفعش. انا اسمي لو انا ما اعرفش. اسمي واكل. اما ان انسى اذا سمعتهم يذكرون اسم المسيح على الذبيحه أو اسم الروح القدس أو الصليب أو مريم حرمت الذبيحة ولم تحل. في زماننا يعني قد يكون هناك غلب الظن، قد يكون، وقد يكون اسم الله هو الأغلب. اليهود جزما يذبحون باسم الله. جزارة مسلمة خير وبركة الحمد لله، بس في نصارى طبعا، بس ما حدش يقدر يشتري منه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.